يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعريف توحيد الربوبية هو انفراد الله بالخلق. نعم. تعريف توحيد الربوبية نعم. هو انفراد الله بالخلق نعم. والملك والتدبير. هل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل المثال فقط؟ هل هناك أحد يعني يخلق ويرزق غير الله؟ هذا يعني ذكر الخلق والتدبير هذا مثال، وإلا جميع أمور الربوبية كلها انفرد الله بها، الإحياء والإماتة والخلق والرزق وجميع الأمور كلها توحيد الربوبية، لكن يذكرون الخلق والرزق من باب التمثيل فقط. نعم. وإلا أفعال الله كثيرة ما تحصى، أفعاله جل وعلا لا يحصيها إلا هو. نعم.